كيف ظاهر انه ما في حد يلس يعلق فما حط الاسامي بس ثواني بحط الاسامي نبتة نبتة ولمس زيرو اوكي ها كان اول جيم هاك هو اوكي مباراه بين نبته ولمز شوف انه 1 0 الحين حق شو اسمه نبته بس نبته يعني اخر بطوله اللي اذكرها انه كان لوزرز توب 8 كواليفاير من هاك المكان لين جراند فاينل وفاز البطولة يعني فيعني نبتة اخر بطولة صراحة يعني شو ما فجر يعني اذكر ان انا علقت على المباراة اللي هو خسر فيها من علي ومن عقبها رد من شو اسمه لوزر توب 8 كواليفاير لين جراند فاينل وفاز على شيبا عقب راكت ريست يعني شوف ان الحين بعد فايز
هذا وينرز راوند 2 ولا شوف شو شو بالضبط هذا الحين؟ اوكي ما علينا، نشوف نبدا المباراه الحين. شوف ان الحين في جيم الثاني صاروا سمول باتل فيلد، بيرانا ضد واريو. والله ماتش بصراحه ماتش غريب يعني، ما اشوف هالماتش نهائيا يعني، ف بنشوف شو كيف اللعب بين هالكاركترين يعني. ترتيب حمر بداية شوي هادية. ليفا ليفا هاي هذا وينرز راوند 2 صح؟ الفايز بيلعب يا هزاع. هزاع غلب سناك عشان يقدر يصعد لوينرز كوارتر فاينل، يعني اللي يفوز بالمباراة يوصل وينرز كوارتر فاينل. اوكي برجع للجيم، نشوف ان حاليا لمز اللي فايز على شو اسمه نبته، ونايس تك من نبته حاليا من سوى تك على الداون اير مال واريو، ونايس باك اير. ونشوف انه حاليا لمز متقدم على نبته ويسوي له كومبوات يعني. اوكي اوكي فير تو فير. نشوف اتوقع لمز يعني بيخلي الوافت ماله حق اخر ستوك، ما اتوقع انه يستخدمه الحين، فبيحاول يذبح بدون الوافت. اول ما قلت موضوع الوافت سيدي سواها على الستوك الثاني. نايس جاب بلوك، كان غريب كيف استوى على البلاتفورم يعني. شوف انه حاليا لمز متقدم فري ستوك يعني ضد نبته، وشوف انه نبته شوي متورط يعني. شوف نبته كيف بيتصرف يعني الحين في المباراه. نشوف ان افضليه كامله حق لمز يعني. نايس اب سماش من نبته الحين، نشوف انه يعني خذ ستوك لكن بعد يعني خسران فرق وايد يعني. يعني خسران لاخر ستوك ولمز تو بادي الستوك يعني فريش. نبته اذا يبي يخلص الموضوع لازم بسرعة يجيب الستوك ولا بيخسر، بيوصل جيم 3 يعني. نايس دامج صراحة، سوى سايد بيت وداون بي حصل له 44 دامج لمز، لكن بعد يعني اشوف انه وايد صعب انه يرجعه يعني، خصوصا انه يعني لمز الحين موصل لنا 120 ووايد يعني خذ وقت على الوافت، فحتى ممكن ان تكون يعني فرصة انه يستخدمها الحين. نايس اب سماش كانت ممكن تذبح فيها الريج. نشوف ان اوكي شو اسمه نبته استغل ان دراجه في الستيج وسوى له جيم، ونشوف انه وصل الجيم وصل لاخر ستوك في لحظه يعني. اوكي داون ثرو اب اير اب تيل تو فير، نايس دامج من نبته صراحه، يسوي له كومبوات يعني رجع الجيم. ونشوف ان افضليه كبيره للمومنتوم كله حق نبته حاليا، وصل ل 100، وصل لمز ل 100. اوكي نايس داون سماش، نشوف ان لمز يعني يوم استخدم الوافت تورط انه يخلص الستوك، و يعني نبت استغل الوضع يعني وياب الستوكين بسرعه. اوكي نايس داون سماش وذبحت يعني نبته، سوى كمباك خرافي كان لمز فايز 3 ستوك ونبته في اخر ستوك مضروب لين 60 70، فصراحة يعني نايس جيم.